حميدة النايفر، أستاذ جامعي وفي نفس الوقت رئيس لجمعية رابط تونس للثقافة والتعدد. الجمعية هذه تكونت بعد الثورة واهتمت بمسألتين: قضية التعدد، كيف نستطيع أن نفعل التعدد الموجود في الواقع، الواقع التونسي مبني على التعدد، مبني على اختلاف في الخلفيات في المرجعيات، كيف يمكن لهذا التعدد أن يصبح عنصر إثراء، ما هوش عنصر متاع تطاحن ومتاع تدافع متاع تدابر إلى آخره. يعني هذا المجال الأولاني. فعملنا لهذا الغرض مجموعة من اللقاءات وندوات وورشات باش نبينوا أهمية هذا التنوع وهذا التعدد وكيف يمكن أن نفعله بصورة إيجابية لتتحسن الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي. العنصر الثاني اللي خدمنا عليه في الجمعية هذه هو أهمية الثقافة. شنو هي الساعة معناتها الثقافة؟ احنا اسمها رابط تونس للثقافة والتعدد. الثقافة هي مش فقط تعبيرات ثقافية، هي خلفيات ثقافية، هي رؤى للإنسان، رؤى للواقع، رؤى للمجتمع، ولكن مش بالضرورة متفقة، لأنه التطرف احنا نعتبروه ظاهرة من ظواهر أنه ما استطعناش نوجدوا مساحات مشتركة فيما بيننا، فيتوجد ثغرات منها هي تخلق التطرف. التطرف هو وقت اللي المجتمع ما يعرفش كيفاش يدير الاختلاف فيما بينه، ولذلك يولي ثم نوع من الانكفاء على الذات، وهذا الانكفاء يعبر عن نفسه أحيانا بصورة عنيفة، اعتبارات اجتماعية اقتصادية، نوع من الإقصاء إلى آخره. فوقت المجتمع ما يعرفش يدير الاختلافات اللي فيما بينه، وكل مجتمع مبني على الاختلاف، المنظمة تولي تعود العناصر اللي يحضروا لها، الشباب اللي يحضر لها، تعودوا أنه يفهم اللي مختلف عليه في الخلفية متاعه عنده جانب مفيد يزمه يستعلم يسمعه ويتعلم يتفاعل معاه ويستنتج منه مجموعة من الأشياء. يعني هي نوع من تدريب على الحوار بين المختلفين للخروج إلى مجالات جديدة للفعل الواقعي بصورة تختلف على الفكر الإقصائي والفكر الاستئصالي. كيف نخرج من الفكر الاستئصالي؟ هذا هو النشاط اللي كنا نقوم به واللي مازلنا نقوم به.